الجزء الرابع عندنا بيتكلم عن Determining Test Approach، ازاي تحدد الابروتش اللي هتمشي عليها في المشروع بتاعك. واحنا ما زلنا ماشيين بنفس التسلسل المنطقي اللي بيحصل في المشروع، يعني احنا بعد ما بنحدد الكفرج جولز اللي احنا محتاجينها بنبدأ نحدد الابروتشز اللي هنمشي عليها. الابروتش هنا مقصود بيها implementation اكتر، كل الحاجات اللي فاتت كانت planning واناليسز وهكذا، انما هنا نعتبر هنتكلم عن design عشان نقدر نعمل execution. مثال على الابروتشز مثلا الاكسبلوراتوري تيستينج ممكن يعتبر تيست ابروتش، ازاي هنطبق الاكسبلوراتوري تيستينج في المشروع بتاعنا طبعا عشان نحقق الاهداف بتاعتنا. التيست ابروتش برضو زي باقي السيكشنز اللي فاتت لازم ناخد بالنا من شويه حاجات نهتم بيها واحنا بنحدد الابروتش بتاعتنا. اول حاجه الانفايرمنت، الانفايرمنت اللي هي البيئه اللي هيتعمل فيها التيستينج، فالتيست كيسز او التيست كونديشنز اللي هتتعمل لازم تتعمل في انفايرمنتس معينه. الانفايرمنتس دي هيكون ليها كونديشنز كمان، يعني حالات، زي مثلا ان انت ممكن تتست الابلكيشن اوت دورز وايل رينينج، يعني بره البيت والدنيا بتمطر. طبعا ده لو الابلكيشن ده محتاج كده، مثلا ده جي بي اس نافيجيشن في العربيه فاكيد هيمر بالظروف دي، فلازم اعرف الانفايرمنت اللي هيشتغل فيها الابلكيشن بتاعي. تاني حاجه البيبل، الابلكيشن ده او البرودكت ده المفروض معمول عشان نوعيه معينه من اليوزرز، يبقى لازم برضو اخد بالي من الاكشنز اللي انا متوقع اليوزرز دول يعملوها والاختلافات ما بين اليوزرز. على سبيل المثال ان ممكن مثلا حد نظره ضعيف يعمل زوم ان على صوره معينه جوه الابلكيشن عشان يقدر يشوفها، فبالتالي هبقى في الابروتش بتاعي مهتم بنقطه زي دي واعمل لها كفر. ثالث حاجه الاندستري كونتكست اللي هي الصناعه بتاعتي. في السبع مبادئ بتوع التستنج في الفاونديشن ليفل كان في مبدا بيقول تيستينج از كونتكست ديبندنت، يعني احنا التستنج بتاعنا بيعتمد على المجال اللي احنا شغالين فيه. فهنا برضو بنقول ان التارجت اندستري، الصناعه اللي الابلكيشن ده فيها، بتاثر على التست ابروتشز اللي هنحتاجها. هل الابلكيشن ده سيفتي كريتيكال او ميشن كريتيكال او كوميرشال اوف ذا شيلف مثلا زي الاوفيس مثلا، او جيم او بزنس ابلكيشن او سوشيال نتورك. كل الامثله دي اندستريز مختلفه وكل واحده فيهم ليها اهداف مختلفه عن الثانيه، فبالتالي هتحتاج ابروتشز غير الثانيه. رابع حاجه السكيدجولز اللي هي المواعيد بتاعتنا، احنا المفروض عارفين احنا هنسلم امتى، فطبعا على حسب الوقت ده هنختار الابروتشز بتاعتنا. يعني مثلا لو في ابروتش فورمال قوي اكيد لو احنا مزنوقين في الوقت مش هنستخدمها، ومثلا هنستخدم الاكسبلوراتوري تيستينج، لكن لو في وقت والمشروع فيه وقت طويل نقدر نستخدم فورمال ابروتشز اكتر. وطبعا الهدف من نقطه ان احنا نظبط الابروتش على حسب الجدول ان احنا دايما نبدا بالحاجه اللي فيها بريوريتي او ريسك اعلى الاول، عشان لو الوقت ما كفاش نتجاهل الحاجات اللي فيها بريوريتي قليله او ريسك قليله مش الحاجات المهمه. النقطه الخامسه هي السكوب، السكوب اللي هو احنا هنتست ايه في المشروع بتاعنا. لازم السكوب بتاعنا يبقى ليميتد ومتحدد بوضوح، ما يتسابش كده. وطبعا السكوب ده بنقدر نحدده من خلال الكافرج جولز والريسك ميتيجيشن جولز اللي اتكلمنا عليها في الفيديوهين اللي فاتوا. سادس حاجه الايفالويشن اللي هو التقييم، تقييم نتائج التستنج في الموبايل بروجكتس يعتبر مختلف شويه. ليه؟ لان احنا اول حاجه عندنا الحاجات اللي مش سيفتي كريتيكال، اللي ما فيهاش ازمه يعني مش هتأذي البني آدم، في الغالب بنعملها بليس ستراكشر تكنيكس، يعني بتكنيكس انفورمال مش تقيلة قوي، تمام؟ وممكن تكون باستخدام سيموليتورز او ايموليتورز، مش لازم كمان الريل ديفايس، يعني الموضوع بيبقى ابسط من انواع التستنج التانية. بس لازم برضو يكون عندنا evaluation method معينة التيم عارفها عشان يقدروا يفهموا التست ستيتس ريبورت اللي احنا بنسلمه والتست سامري ريبورت اللي بيطلع في الاخر، ونقدر نقيم من خلاله المشروع بتاعنا هل هو جاهز فعلا للتسليم ولا لا. رقم 7 الميثودز، احنا عندنا في تيستينج ميثودز في الموبايل بروجكتس، بس هنتكلم عنها شابتر 3 وشابتر 4، بتتكلم عن الكواليتي كاركترستكس والانفايرمنتس والتولز اللي احنا بنستخدمها. فالحاجات اللي هنتكلم عنها في شابتر 3 و4 دي الخاصه بالميثودز لازم اخد بالي منها وانا بحدد الابروتش بتاعتي. طبعا على حسب الفورماليتي والكريتيكاليتي بتاعت البروجكت بتاعي، هل هو مشروع كبير وفورمال وهل هو كريتيكال ولا لا حاجه بسيطه، ممكن التست ابروتش تبقى دوكيومنتد في تراديشنال تيست بلان، التيست بلان العاديه لو كتبنا كده في جوجل تيست بلان تمبلت ممكن نشوفها، هتلاقي جواها تيست استراتيجي وجوه الاستراتيجي بنكتب الابروتشز بتاعتنا اللي هنمشي عليها. بس ممكن الابروتش برضو تكون انفورمالي دوكيومنتد، يعني دوكيومنتد بطريقه بريف بروجكت دوكيومنت بس مش فورمال قوي. بس المهم ان دايما الابروتش بتكون دوكيومنت، مش زي حاجات كتير قلنا ان مش لازم يبقى في دوكيومنتيشن، لا في الابروتش لازم نكتبها، لان احنا لازم نتفق على الابروتش بيننا كبروجكت تيم في الاول، ما ينفعش الابروتش تبقى حاجه متسابه لحد، لازم تبقى متحدده من الاول في البلاننج، فلازم نكتبها في دوكيومنت سواء كانت فورمال او لا.